مساء الخير. نعم. اوكي. لا 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 آخر توب بين الناس من حال من حال من حال تعنا جو عندنا بلي جا أم غمضين ولا أهم حد وصاق أم معكل ما حصل شيء حق بطن وعطي نازحة من تعز لما ضرب الحرب شلت والدي وقتلها هنا شلنا احنا ناس سكنونا عندهن ولا الحمد لله ابن تئاب وانما ما ايش احد جلست كان يقول لي يوم اقول متشفى ما فيش معين لا نشوف حالة ابني كيف نزلا ما فيش معين من يساعدني زوجه معاه جنب البيت ما قدرش من يساعدني اقري كل يوم عند الدكاترة ما فيش فايدة لابني بعدين خلاص قال له دلوني لاستغرب المتشفى الحمد لله ابني تحسن يوم قرقه طبيعي مو زي ما كان طبعا ملاحظين زي ما قلت لك سوء التغذية زاد في الخمسة الشهور الأخيرة من شهر 4 إلى شهر 9 الآن والحالات كل ما لو تزيد أكثر فأكثر طبعا الحالات الأكثر الحالات اللي أكثر منتشر فيها المناطق اللي منتشر فيها سوء التغذية مناطق الريفية مناطق التحيطة مناطق زبيد الجراحي كمان يعتبر مناطق هناك فيها سوء تغذية الضحي الزيدية الحرب ريمة برضو يحولوا لها هنا زي ما قلت زادت التغذية هزال شديد مما اللي يؤدي إلى درجة ثالثة من حالة التوذم طبعا الإحصائية زادت قلت لك عندنا كان القسم كله ما يستهلكش أكثر من 20 حالة في الشهر الإحصائية في الشهر كانت بتزيد 20 حالة الآن صارت تزيد ل 90 حالة إلى 104 حالات 102 حالات إلى 99 حالة 80 حالة بدأت من شهر 4 إلى شهر لحد الآن زادت حالات أكثر أغلب الحالات هي تأتي من المديريات إلى 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 المستشفى بسبب أن المراكز التغذوية المفتوحة هناك لم تستطع أن تواكب عدد الأعداد الهائلة التي تقوم بزيارة المراكز كل يوم بالإضافة إلى أن الحالات تأتي ليست فقط سوء تغذية ولكن سوء تغذية بمضاعفاتها الأمر الذي يحتم على العمال الصحيين وعلى المستشفيات الريفية نقل الحالات إلى المستشفى الثورة العام بالحديدة كونه هو المستشفى المرجعي Yeah.
لها مانع. شرينا له. يلا. والله. والله. حددوا مصيره ملعون الوالدين. يلا يطلعه لنا أحمد طلعه. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الروح بالدم لابنيك يا ولد الروح بالدم لابنيك يا ولد الروح بالدم لابنيك يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما تحقق من نصر من هذا اليوم العظيم على ايدي ابطال القوات المسلحه والمقاومه الشعبيه في محافظة مأرب وفي مديرية صرواح. لقد قمنا اليوم وبفضل الله عز وجل بالتحرك لتنفيذ المرحلة الثالثة من تحرير مديرية صرواح، وبفضل الله تم يعني الوصول إلى الهدف المحدد بنجاح وبأقل الخسائر، ودحرنا العدو المتكبر وطردناه وحررنا هذه المنطقة. وإن شاء الله عز وجل نواصل حتى نصل إلى الهدف الأخير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبرز الألغام الأرضية كواحدة من بين الأسلحة التي تلحق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك لسنوات طويلة بعد نهاية النزاع، وكثيرا ما يقع الأطفال ضحايا لتلك الألغام فتتركهم قتلى أو جرحى أو مشوهين، حيث أن استخدام جماعة الحوثي وصالح المسلحة لأسلحة تقليدية معينة في الحروب يترتب عليها استمرار القتل والإصابة حتى بعد انتهاء العملية العسكرية، ويعد أحد عواقب الحرب وأضرارها والتي تسبب في مزيد من الضحايا بين الأشخاص المدنيين الأبرياء. فقد تزايدت حالة انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وتحديدا في محافظة تعز مركز المدينة ومديرياتها الريفية التابعة لها، ومنها مديرية الوازعية الواقعة غرب المحافظة، حيث ما زالت جماعة الحوثي وصالح مسيطرة على هذه المديرية بما فيها جبالها وقراها، والتي تسببت في قتل كثير من المدنيين من أبناء هذه المديرية نتيجة استخدامها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وكذلك قيامها بزرع الألغام الفردية والمضادة للمركبات في مداخل القرى وفي الطرقات والوديان والمنازل وأماكن سير المواطنين والأطفال بعد نزوح أغلب سكان هذه المديرية بسبب اقتحام جماعة الحوثي وصالح المسلحة لهذه المديرية. بقت مجموعة من أبناء هذه المديرية يعيشون قهرا تحت الخوف والتهديد بقت مجموعة من أبناء هذه المديرية يعيشون تحت القهر والتهديد المحدق بهم من كل مكان، ولم يكن لهم متنفس يعيشون من خلاله سوى بضع ساعات يسمح لهم بالخروج إلى مدينة البرح والعودة منها، وأصبحت الطرق التي يمشون عليها مهددة لحياتهم في أي لحظة. فالألغام التي زرعتها جماعة الحوثي وصالح تعرض حياة أبناء هذه المديرية للخطر، بل لفقدانها حق الحياة، حيث بلغ عدد القتلى والمصابين 19 من المواطنين المدنيين بينهم 6 قتلى و4 جرحى من الأطفال بسبب انفجار اللغم، كما هو موضح أسماءهم بالجد والرقم 2 و3 من التقرير. بلاغ الواقعة، تلقت منظمة إنصاف للحقوق والتنمية بلاغ من أحد المواطنين ويدعى ألف حاء، مفاده الآتي: في تمام الساعة 10:11 إلى ربع دوى انفجار لغم بسيارة الأخ محمد سيف محمد أحمد أثناء عودته من زيارة أرضه الزراعية الكائنة في وادي حنة السفلى، وما أن وصل إلى نهاية الوادي خارجا منه ومتجها إلى الخط الرئيسي بمنطقة ديعيان،
وتحديدا بالقرب من بئر ماء تسمى الشوترية، انفجر اللغم وتطايرت أشلاء الراكبين ومزقهم اللغم، وتناثر أشلاءهم على بعد أمتار من مكان السيارة، وبلغ عدد القتلى 10 مواطنين و9 مصابين. الوصف للواقعة: في يوم الثلاثاء بتاريخ 9/8/2016 الساعة 11 إلا ربع تعرض عدد 19 من المواطنين المدنيين بينهم أطفال وهم على متن سيارة هيلوكس غمارتين وهم باتجاههم إلى أحدى الأودية التي فيها الضهم الزراعية تتبع مالك السيارة، وأثناء مرورهم في الطريق في قرية حنة انفجر بهم لغم أرضي نوع مركبات نتج عنه مقتل 10 وإصابة 9 جميعهم مدنيين بينهم 6 أطفال. إثبات الواقعة: استمعت المنظمة لأحد أهالي الضحايا والذي يدعى عين جيم ميمشين من أبناء المديرية والذي حكى لنا الواقعة، وأورد قائلا: في يوم الثلاثاء الساعة 9 خرج محمد سيف وأولاده الحسن والحسين وخطاب وعلي وسيف وعبده معهم بعض أقاربهم وبعض من أولاد جيرانه من قرية الهشام من الذين يسكنون معه نازحين من مركز المديرية، وخرج محمد سيف بسيارته متجهين إلى وادي حنة لغرض التمشية والفسحة، وعند عودتهم من الوادي من الجهة الغربية الساعة 11 إلى ربع وفي نفس الطريقة التي دخلوا منها للوادي عند الخط الفرعي انفجر اللغم بالسيارة بمن فيها، وكان في السيارة عدد 19 شخصا أغلبهم أطفال، وبعد الانفجار تم إسعافهم إلى منطقة البرح ثم حولوهم إلى مدينة الحديدة، وقتل منهم 10 وأصيب 9 آخرين، وقد نجا السائق وصاحب السيارة محمد سيف بعقوبة حيث خرج وفيه إصابات خفيفة عبارة عن خدوش، وهو من أبناء القرية، وإنما تسبب بهذه الواقعة هم جماعة الحوثي وصالح التي كانت متمركزة خلف الوادي بالمنطقة التي زرعها الحوثيون بالألغام. نقف الآن في منطقة الكباب وبالتحديد في نقطة الكباب جنوبي غرب مدينة تعز، وهذا البرميل كان أول برميل نصبته ميليشيا الحوثي وصالح لبدء حصار على مدينة تعز من الجهة الجنوبية الغربية. الآن نحن ندخل في الأسبوع الثالث منذ فك المقاومة الشعبية والجيش الوطني الحصار على المدينة بشكل جزئي من هذه النقطة، وحتى الآن لم تدخل أي إغاثة إلى هذه المدينة، بالرغم أن أكثر من 1.5 مليون إنسان يعيشون في مدينة تعز كانوا محاصرين منذ أكثر من 1.5 عام من قبل هذه الميليشيات. حتى الآن رغم أن الطريق مفتوحة حتى مدينة عدن ومحافظة اللحج ومحافظة عدن جنوبي مدينة تعز، لكن لم تتحرك قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أو حتى التابعة لأي جهة إلى هذه المدينة. سكان المدينة يعانون معاناة كبيرة وشديدة جراء الحصار، أيضا جراء استمرار الحصار من الجهات الثلاثة. أما الآن تم فك الحصار بشكل جزئي كما قلنا، لا تزال الإغاثة بسيطة جدا من قبل فاعلية الخير، أيضا 3 أو 4 سيارات من قبل منظمة اليونيسف لا تكفي حتى حيا واحدا. أخذ هنا أحد المرابطين في هذه النقطة من عناصر المقاومة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. طيب، هل دخلت سيارات وقوافل الإغاثة إلى هذه؟ لم تدخل أي سيارة من أي منظمة رسمية، وإنما دخل 3 أو 4 قريب قبل فترة. الآن كم لكم من لما فك حصار المدينة؟ لنا حوالي 2 أسبوع أو 3 أسابيع كذا. طيب نأخذ هنا أيضا، لحظة. إيش محمد يا؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. من واقي؟ من واقي؟ من هكذا؟ هذا واقي من هكذا. نواصل مع الأخ المقاوم هنا. طيب حتى هذه المناطق هل وصلت إغاثة إلى هذه المناطق؟ ما في شيء إغاثة وصلها المناطق أو غيره. نهائيا. حجم المعاناة في هذه المنطقة؟ حجم المعاناة معاناة شديدة من هذا المواد الغذائية، من حيث شحة المياه، من حيث تكبد الميليشيات التي عانت في المنطقة نفسها، آذت المواطنين بهذلة ثم بهذلة. كان القصف يطال هذه المناطق يعني؟ القصف يطال لحد هذه اللحظة، والقصف يطال من قذائف الهاون، كاتوشا، أنواع السلاح الثقيل. لحد الآن دمرت عدة بيوت الآن في اليوم القادم. لحد زالت تقصف هذه المناطق؟ لا زالت تقصف لهذه اللحظة. طيب، هل تستطيع الإغاثات الآن الدخول إلى المدينة؟ تستطيع الشاحنات مثلا تستطيع الدخول؟ تستطيع الدخول لأن الخط مفتوح، تستطيع الدخول بأي لحظة بأي وقت سواء ليل أو نهار. تسمحون بذلك ولا لا يوجد أي عوائق؟ لا يوجد أي عوائق سير. لا توجد أي عوائق. كما سمعنا من الأخ المقاوم هنا أن
تستطيع الآن قوافل الإغاثة الدخول والخروج من وإلى مدينة تعز، لكن حتى الآن لم تتحرك هذه القوافل وهذه الشاحنات. يحتاج أكثر من 1.5 مليون إنسان كما قلنا إلى مواد غذائية وإلى إغاثات طبية عاجلة، يحتاجون إلى الكثير من المعدات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، يحتاجون إلى الكثير من الأدوية، يحتاجون إلى الخضروات، يحتاجون إلى العديد من المواد الإغاثية والغذائية. لكن كما قلنا ندخل الآن في الأسبوع الثالث ولا زال كما نرى الشارع الآتي من مدينة عدن ومن مدينة لحج لم تدخل منه الإغاثات حتى اللحظة، وحتى هذه الدقيقة لم تدخل إغاثات من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الشرعية أو من قبل التحالف، ولا زالت مدينة تعز تعاني. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا في منطقة الكباب جنوبي غرب مدينة تعز. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مقابلة للدخل الناس طبعا تحملوا وتكلفوا، بعضهم من بعد باع ذهبه، بعضهم من باع وذا، لأن ما فيش مرتبات، الناس في حالة، والعيد والأولاد كانوا يستبشرون ويخيروا بالفرحة، والإنسان المرتاح والمبسوط أراد أن يسعد أولاده، والضبحان ربنا معه. كيف الأسعار هذه السنة؟ الأسعار غالية، غالية جدا. البلدي غالي اللي هو 30-40، التيوس نفس الشيء، الصومالي هذا ب35,000. هذا العام 1437 لهذا العيد وجدنا أن سعر الماشية نوعا ما ارتفع عن ما كان عليه في العام الماضي، وذلك بسبب عدة عوامل التي تأثرت بها البلد بسبب الحرب، منها ارتفاع الدولار، كان في العام الماضي معدل 250 الآن 300 دولار. الرأس الماشية سواء البلدي وصل إلى 45-50، بينما المستورد من برا تجده 35-30-28. في العام الماضي كان 22-25، هنالك ارتفاع معدل 30%-40%. أضف إلى ذلك انعكاس الحالة المعيشية للمجتمع للمواطنين، أغلب الناس معتمدين على الدولة كانوا كموظفين، لكن لحد الآن تجد أنهم بدون رواتب، الناس مش قادرين يوفروا قيمة هذا العيد، تمام؟ أضف إلى ذلك تدهور القطاع الخاص، الناس كانوا معتمدين عليه بشكل عام في ذا الجانب، أصبح الناس بدون إمكانيات لشراء العيد. لو لاحظنا في العام الماضي كان نسبة الماشية بسيط، الآن تجدها لا زالت متكدسة بسبب الناس ما قدروا يشتروا. Субтитры сделал DimaTorzok.